من أمس المستشفى مقلوبة بسبب اللي صار. يا جماعة الخير، يعني معقولة ما حد يعرف سالفة ذا الحرامي؟ يقولون مسكوه الشرطة. كل اللي عارفه إن الحرامي دخل على مكتب الدكتور حمزة على أساس يسرق ملف لمريض عنده سوى عملية من زمان. بس في شيء غريب، كيف يعني الحرامي هذا غبي ولا إيه؟ إيش اللي يدخل ويخرج كده على باله الموضوع يؤدي؟ ما علينا، المهم الشرطة مسكوه وهم بيشوفون شغلهم معه. لا تحاتهم. بس بعد إذنكم باقي الدعاء. عن إذنكم. لا أسكت الله لك حسن، ما أشوفك علقت ولا كأنه الحكاية صايرة في مكتبك. لا أبداً، بس كنت قاعد أفكر، هو جاي تحديداً عشان مكتبي ولا أول مكتب قابله قام دخله؟ عموماً أنا هروح المكتب أشوف إذا في حاجة ناقصة. معلش أنا ما أرسلت الرسالة الثانية مثل ما اتفقنا. والله نفسي تزفت بسبب الحية اللي اسمها لميس. حبيبتي أحلام أبد معذورة، وخيرا أنك ما رسلت الرسالة ترى، لأني بقولك الوقت المناسب لترسلينها فيه. أنت وش ناوي عليه؟ ناوي أخذ حقي منهم كلهم وأطيحهم في مصيبة ما يطلعون منها، وأولهم عجوز قريح ذي فاطمة، وأعلمهم منه الجوهرة. ما علينا، أهم شيء اتفاقنا لا أحد يدري عنه شيء. لا تشيلين هم،